الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. ويقول سبحانه: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فتعجب الصحابة غاية العجب وقالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ أي وهل يمكن العاقل أن يلعن والديه أو أن يسب والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيكون بسبه للآخرين قد جلب السب لأعز الناس إليه. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فديننا دين الحكمة والعقل والمنطق والإنسانية والأدب والذوق والرقي والحوار الهادف واحترام الآخرين. يقول الحق سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قولوا حسنا، جادلوا بالتي هي أحسن، عظوا بالتي هي أحسن، حاوروا بالتي هي أحسن. ولنأخذ أنموذجا واحدا من أساليب الحوار في القرآن لنتعلم كيف يكون الأدب في الحوار. من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول الحق سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أول شيء في الحوار الحجة والإقناع. يقول لوالده: كيف تعبدون الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وإذا كان الشيء لا يسمع ولا يبصر فكيف يجيب؟ يرسلك إنسان إلى إنسان آخر ويقول لك: هل أجابك؟ هل رد عليه؟ تقول: لم يسمعني أصلا. إذا كان لم يسمع فلا يتصور أن يجيب. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لم يتعلم علي، لم يقل تعلمت ما لم تتعلم ولا أنا أعلم منك، وإنما قال قد جاءني، فنسب الفضل إلى الله لا إلى نفسه. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أولا
كرر كلمة يا أبتي 4 مرات للتلطف والأدب في الخطاب. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. لا أخاف عليك، لم يقل أخاف عليك من العذاب، من مجرد أن يمسك العذاب. لا أريد أن يمسك العذاب مجرد مس. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وزيادة في التلطف، لم يقل عذاب من الجبار ولا من المنتقم ولا من القادر. يا أبتي إني أريد لك الرحمة، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. وهجرني مليا، تهديد بالرد وأمر بالإبعاد. ماذا كان من سيدنا إبراهيم على هذا الرد القاسي من والده؟ يتلطف إليه، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. حتى مع هذا يقول سيدنا إبراهيم: حتى وإن رجبتني، حتى وإن أبعدتني، حتى وإن طردتني، حتى وإن آذيتني، لن تجد مني إلا سلاما وأمانا. سلام عليك، لك مني الأمان إلى أن ألقى الله. لن ترى مني سوءا أبدا، حتى وإن رجمتني، حتى وإن طردتني، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فإذا انتقلت من صورة مريم عليها السلام إلى صورة الصفات، تجد الحوار بنفس الرقي والأدب والوفاء ورد الجميل بين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام في موقف شديد، شديد الصعوبة على النفس البشرية. يقول سيدنا إبراهيم لابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لحظة حاسمة وفاصلة تتعلق بحياة الإنسان. لاحظ هنا كمان، لم يقل إني أمرت من الله، ولا جاءني الأمر السماوي، ولا كلفت، وإنما في غاية الرقة: إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لاحظ أن سيدنا إسماعيل عليه السلام استخدم نفس اللفظة التي استخدمها سيدنا إبراهيم في التلطف مع والده: يا أبتي، يا أبتي. وهنا نقول: افعل ما شئت كما تدين تدان. هؤلاء كما قال القرآن الكريم: ذرية بعضها من بعض. هذا هو الحوار الذي نريد له أن يسود بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الزميل وزميله، بين الناس. كما تحب أن يسمعك الآخرون، عليك أن تنصت وأن تستمع إليهم وأن تستفيد من آرائهم. فلا أحد منا يحتكر الحقيقة، هو رأي والرأي الآخر، رأي صواب يحتمل الخطأ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. بل إن بعض أهل العلم يقولون إن كلا الرأيين قد يكونان على صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح. والأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهدومة. ديننا دين العقل، دين الحكمة، فالعاقل يفسح صدره ويتسع لسماع الآخرين ويفكر قبل أن يتكلم. وقد قالوا: العاقل يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق من يتكلم دون أن يفكر. يقول الشاعر العباسي صالح بن عبد القدوس: وزن الكلام، زين الكلام، فكر قبل أن تتكلم واعقل معنى الكلام حتى لا تجرح أحدا أو تنمي بريئا. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما من الذي يزن الكلام؟ فإنما
يبدي عقول ذوي العقول المنطق، أي يبين عقل العاقل كلامه، تكلم حتى أعرفك. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. وأقول أيضا وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق. فكما أن الكلام يبين عقل العاقل فإنه أيضا يبين حمق الأحمق. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار بعد سريا. أسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم وأحسن الكلام، وتوبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. لقد كفل الإسلام للناس حرية المعتقد، فقال الحق سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وكفل لهم حرية التعبير عن الرأي، ولكن يجب أن نفرق بوضوح بين الرأي المحترم الذي لا يدعي أنه لا يحتكر الحقيقة ولا يتعرض للآخرين بالسباب والشتائم، فهذه الأبواق وتلك الجماعات الضالة التي تتخذ من منابعها الإعلامية وصفحاتها الإلكترونية وسيلة للعدوان على الناس بالسباب والبزاءة والفحش، هذا لا يمكن أن يسمى رأيا ولا تعبيرا عن الرأي على الإطلاق. انظر إلى أدب الإسلام في احترام الآخرين. دعا الإسلام إلى احترام الآخرين وإلى احترام معتقداتهم، ودعا الإسلام إلى ألا نتعرض إلى معتقدات الآخرين بسوء وألا نتطاول على أحد. فقال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله والعياذ بالله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ويقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ماذا يصنع معهم؟ لم يقل له قاتلهم ولا جادلهم، وإنما قال: فأعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولله ضل الإمام الشافعي حيث يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح، يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا. لا ترد على السفاهة بسفاهة، ولا على الفحش بالفحش، ولا يجرك المتطاولون إلى تطاولهم وبزاءاتهم فتكون مثلهم. قابلني السفيه أو يهاجمني أو يواجهني بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هذه أخلاقنا. الإسلام لا يعرف الإسفاف، التعبير عن الله لا يعني التطاول على الآخرين. ويجب على الحرية في التعبير عن الله أن تكون حرية منضبطة تقف عند حدود حريات الآخرين. ليس من الحرية أن تعتدي على حريات الآخرين، أو أن تسب معتقداتهم، أو أن تؤذي مشاعرهم، أو أن تنال منهم،
أو أن تعتدي على حقوقهم. وقد قالوا أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر. والحرية المطلقة بلا ضوابط من دين ولا قيم ولا أخلاق ولا وطنية ولا مراعاة حرية الآخرين فوضى مطلقة. الحرية لا حدود، يجب أن تقف حرية كل شخص عند حدود ما يضر بحرية الآخرين. هذا هو المعنى الحقيقي للتعبير عن الله، هذا هو الحوار الهادف، هذا ما ينصلح به حال المجتمعات، أن يستمع بعضنا إلى بعض، وأن تكون غايتنا هي البناء للهب. الرأي الحر هو الذي يبني. وختاما أختم بقولي، كل ما يدعو إلى البناء والتعمير وحماية الأوطان والحفاظ على الأوطان يتسق مع الدين والوطنية والتعبير الحر عن الله. وكل ما يدعو إلى الهد، كل ما يدعو إلى الهد أو البناء أو التخريب أو يتخذ من الشباب والفحش والبزاء سبيلا، لا علاقة له لا بحرية الله ولا بحرية التعبير ولا بالقيم ولا بالأخلاق ولا بالوطنية ولا بالإنسانية. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، وأن يرزقنا حسن الفهم لديننا وحسن الولاء والانتماء لأوطاننا. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ مصر وجيشها وشرطتها ورئيسها وأهلها وأمنها وأمانها من كل سوء ومكروه، واجعل رزقها رغدا في البر والبحر والسهل والجبل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.